الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2022 إلى غاية 31 جانفي 2023 تم تسجيل 970 مشروع، 970 مشروع بمبلغ استثمار إجمالي يفوق 279 مليار دينار، يعني في هذه الفترة التزم أصحابها، لأنه لما نسجل مشروع فيه التزام بخلق مناصب عمل. عندي 25,000 منصب عمل تم التصريح بها أو تم الالتزام بها ضمن هذه المشاريع. المشاريع الأجنبية المباشرة سجلنا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية 35 مشروع، 35 مشروع منهم من ضمن هذه المشاريع عندي 11 استثمار أجنبي مباشر، 11 استثمار أجنبي مباشر. لدينا أيضا 15 مشروع استثماري آخر بشراكة مع أجانب، يعني الأول استثمار أجنبي مباشر، 15 بشراكة مع أجانب. لدينا أيضا 9 مشاريع كبرى لمستثمرين وطنيين، يعني حتى دون الحديث عن عندنا حوالي 100 مشروع في قيد الدراسة، فيه الكثير منهم مشاريع أجنبية، فيه مضاعفة لحجم التسجيل بغض النظر بدون الحديث عن دخول حيز التنفيذ لعاملين اللي هما العقار. ويعني بلا ما نتحدث على العقار راه فيه حركية. نظن أنه شخصيا لما نشوف حجم التوافد على الوكالة وحتى الطلبات المشاريع الاستثمارية اللي يخصها عقار، لأنه الآن نستقبل مستثمرين اللي عنده عقار في إطار التوسعة، في إطار زيادة القدرة الإنتاجية، ولكن في بالنسبة لبعض المشاريع الإنشائية وهي معدودة بالآلاف، آلاف المشاريع التي تنتظر فقط الوعاء العقاري. لهذا الحكومة لما تعمل على الإسراع من أجل إعداد المصادقة على قانون العقار، نشوف بأنه راح يعطي دفعة، ليس دفعة قوية، ولكن سيعطي ميلاد للإقلاع الاستثماري في البلاد.